تستمر الشركة العاملة للمواد الغذائية فرع الديوانية بتجهيز الوكلاء بالسلة الغذائية الثانية بعدما أكملت توزيع السلة الغذائية الأولى على جميع مناطق المحافظة، وقد يكون توزيع السلة بشكل شهري خلال الأشهر المقبلة. تم استلام السلة الغذائية الثانية أي الحصة الثانية للسلة الغذائية، حيث تم استلام المواد أدنى الرز و العفو الرز والسكر، معجون الطماطه، الحمص، العدس، وتم توزيع مركز المحافظه بخمس مواد من هذه المواد. تجهيز السله الغذائيه بشكل مستمر، ما نقول مستمر وانما بين شهر وشهر نظام الحصه، واحنا هسه مستمرين بتوزيع السله الغذائيه لشهر ايلول وبانتظار الحصه الجديده اللي هي لشهر تشرين الثاني. توزيع السلة الغذائية على المواطنين كان له الأثر الإيجابي على حياتهم المعيشية، فبعد تأثير ارتفاع أسعار الدينار أمام الدولار على المواد الغذائية، أسهمت السلة الغذائية إلى حد ما في اكتفاء أصحاب الدخل المحدود بما لديهم من مواد غذائية دون الرجوع إلى الأسواق المحلية. يعني واحد يشيل عن خسائره عن إيه. اي والله اشتري، اي والله كانت حتى باثنين الى ربع باثنين المعجونه زين، الكيلو التمن صار همات بألف ونص. فادتهم، فادت المواطنين وكيفوا وارتاحوا، قالوا لا كل شهر يعطونا هيك احنا مرتاحين ما نحتاج السوق. تجهيز الوكلاء بالسله الغذائيه وبشكل مستمر انعكس ايجابا على حياه المواطن بعدما أعلنت وزارة التجارة سيطرتها على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية. أمين محمد، الهلالية العراقية الإخبارية، الديوانية.